من الأمور التي تعصم الإنسان وتقيه من موضوع الحسد والسحر والمس والآخره اللي هو الذكر عند دخول البيت. إن الذكر يعني تذكر هذا الأمر جيدا، أن ذكرك عند دخولك البيت يعني يطرد الشياطين طردا. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. خلاص كده بايه؟ لا فينا مبيت في هذا البيت ولا في ايه؟ عشاء. انت كده حرمت من الايه؟ انت كده يعني حرمت من قصعة الكسكس اللي كنت هضرب. لا مبيت لكم ولا ايه؟ ولا عشاء. طيب واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: ادركتم المبيت. كده انتوا كده ايه؟ اصبح هذا البيت كانه فندق يعني اوتيل لكم بالنسبه للشياطين. ادركتم المبيت. واذا لم يذكر الله عند طعامه قال: ادركتم المبيت والايه؟ والعشاء. يبقى هنيئا لكم، يعني الشياطين فرحانه ومسروره، موجود المبيت وموجود الايه؟ العشاء. فبور مجانا يعني، جالس في البيت واكل شارب ونايم مجانا على حساب هذا الإنسان الذي لم يذكر الله سبحانه وتعالى. وطبعا أولاده ربما يتضايقون، ربما يبكون، ربما يصرخون، ربما كذا، ربما كذا، وربما تحدث مشكلة بينه وبين زوجته. ما العفاريت موجودة معاه، صح ولا لا؟ ما دي عفاريت، ما هي الجن والشياطين. قال: عفريت من الايه؟ قال: عفريت من الجن. ما هو عفاريت، عفاريت ممكن يكون عفريت صغير، ممكن يكون عفريت كبير، على حسب الايه؟ على حسب الظروف يعني. فما هو الذكر الذي يقوله المسلم عند دخوله البيت؟ يروي الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. طبعا سنذكر يعني كثير من الأذكار، يعني من الصعب أنك أنت تقوم بحفظها، لكن على الأقل هي الـ 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 يعني هذا الدرس وهذه المحاضرة هي موجودة يعني على موقعنا على الفيس، من الممكن أنك أنت تدخل وتسمعها أو تشاركها مرة حتى حت 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 هتحفظ هذه الايه؟ هتحفظ هذه الأذكار، أو تستعين بأي كتيب من كتيبات الذكر، وهي موجودة الحمد لله رب العالمين، وتحفظ الأذكار، لأن الأذكار مهمة وستشعر حينما تحافظ عليها بتغيير جذري وكلي في حياتك، لأنك أصبحت مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. يبقى الإنسان حينما يدخل بيته بيذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. المولد اللي هو الدخول يعني، المخرج اللي هو الخروج. المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. يعني أنا يا رب، ما هو معنى الذكر يعني، لأننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنذكر فيما بعد يعني في عدة دروس معاني الأذكار، لأننا نقول أذكار كده بلساننا وإحنا مش فاهمينها، ده خطأ. لازم نفهم يعني زي ما زي الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بتدبر في القرآن الكريم، لازم نفهم معاني الكلمات، اللي مش مجرد آلات كده بنردد كلمات وخلاص، لا. فلابد أن احنا نفقه ونفهم معاني الكلمات التي نذكر الله سبحانه وتعالى بها، حتى يكون هناك يعني إيه روح وحضور في ذكرنا لله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. يعني لما تقول بسم الله يعني يا رب، كأنك بتقول يا رب أنا دخلت، أنا خرجت من البيت باسمك ودخلت بإيه؟ باسمك. أنا لا حول لي ولا قوة يا رب، يعني احفظني يا رب واحفظ أولادي واحفظ إيه أسرتي. وذلك في آخر حديث: وعلى ربنا إيه توكلنا، بسم الله خرجنا أو بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهل. يسلم يعني السلام هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش تشاو ولا بنجورن ولا بنسير ولا كرم تقول، ده يعني له مواطن أخرى. ثم يسلم على إيه؟ على أهله. وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى إيه؟ وعلى أهلك. شوف يعني موضوع برضه احنا تكلمنا في خطب سابقة عن موضوع حرمان البركة، فمن الممكن يكون من أسباب الحرمان من البركة عدم الايه؟ عدم السلام حينما تدخل. فسلم يكن بركة عليك وعلى ايه؟ وعلى أهل بيتك.
أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ مقابر. إذن الإنسان حينما لا يذكر الله سبحانه وتعالى في بيته، بيته تحول إلى إيه؟ إلى مقبرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة، سورة البقرة تقرأ تسمع. المهم أن البيت دائما فيه سورة الإيه؟ سورة البقرة. الحمد لله رب العالمين، على التليفون، على الهاتف، على كمبيوتر، على التلفزيون، أي وسيلة. المهم أن سورة البقرة إيه؟ هنا في البيت. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة الإيه؟ سورة البقرة.